حسنا احنا الاثنين. مثلوا طوله ايه طيب؟ اللي عمل فعلا. انت مين يوه؟ دراعك اليمين يا ريس. وايه اللي عمل في عينيك كده يا دراعي؟ مالعنا يا ريس. انت احول يوه. جئتني من الموضوع ده. بس انا خد اما اسالكوا السؤال بقى، لو الموبايل بتاعك هيتفتش خلال 5 دقايق، ايه اول حاجه هتحذفها من الموبايل؟ لا غلط غلط. ليه؟ تمسح الواتس كله؟ يعني مش شات واحد؟ لا كله. ليه بقى؟ ايه عندك ايه على الواتساب؟ كله بلاوي اصلا. ايه اديني بلوه من من البلاوي. كله بنات. بتعمل ايه بقى؟ لا بنات بقى برضو كده. اتكلم بنات كتير؟ لا مش كتير. كم واحدة طيب؟ حوالي عن 20 بس. 20 بس؟ مش كلهم يعني، مش كلهم يعني بنكلمه كده. بتكلمهم تليفون 20، اللي بنكلم بتاع 5 ولا حاجة. انت بتنظم وقتك ازاي ما بين الخمس افراد؟ هي زي ما تيجي بقى. يطلع مع دي شويه، يطلع مع دي شويه، بتمشي يعني. مع كل يوم مع واحده ولا كل ساعه ولا ايه؟ فهمني يعني الطريقه ازاي. كل 5 دقايق مع واحد. كل 5 دقايق مع واحد. اي وقت جاي دلوقتي ومقابل واحد هنصدوه عشان مش نكدب يعني. طب ما هو ال5 دقايق قعدوا، فين التانيه؟ لا ما احنا ايه